ثم أكرم الله بعقيدة وأكرمها برسالة وأكرمها بقرآن إلى محفوظ إلى يوم الدين وبخاتم النبيين، ماذا تريد أمة أكرم من ذلك؟ ومجد عظيم صنعه الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء الناس يعني أعطونا، ونحن جينا الآن ضيعنا كل شيء، جالسين وراء وراء الدنيا زائلة. فلت سيوف الثأر في أجفانها، وشكت غبار الذل في أوطانها. أنت سيوف الثأر في أجفانها، وشكت غبار الذل في أوطانها. ومضت إلى الأبطال تنبعث صوتها، وتذوب من حزن على سلطانها. وتئن قهرا من أسى هجرانها، ورأت مآسينا فثارت عزة، أين الأولى سلوا لظى أجفانها. ترثي الأكف الضاربات على العدا، وتئن قهرا من أسى هجرانها، ورأت مآسينا.